بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العسكري المجند محمد شعيب الطحلي أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي السوري وانضمامي إلى الجيش الحر وإلى كتيبة الفاروق بتاريخ 14/11/2011. العسكري المجند عبد الحمد الله رجع على الانشغال. هويتك طلع هويتك لن العسكري المجند في غادة حسن عن انشغال عن الجيش وانضمام إلى كتيبة الفاروق. العسكري المجند محمود حسن خيرو على انشقاق عن الجيش السوري وانضمامه الى كتيبه الفاروق. عسكري عبد احمد الاعرج على انشقاق عن الجيش وانضمامه الى كتيبه الفاروق. ليش انشقيتوا عن الجيش الاسدي؟ انشقينا بسبب امر بعض عصابات الامن وجميع عصابات الامن لاطلاق النار، امرونا باطلاق النار على المدنيين العزال عندما كانوا محتفلين بقرارات الجامعه العربيه. طيب شو الاسم؟ رشاد احمد ادهام. شو صاير معك يا رشاد؟ لما كنا بحاجز عسكري امرنا عناصر الامن باطلاق النار على المدنيين العزل، فرفضت اطلق النار وقام بغمصي من الخلف. وين صابوك؟ بفخذي من ورا والخلف. الله يشفيك يا رشاد. وين رحت بعدين انت بعد ما شقيته من الجيش؟ ذهبنا الى احد، حملنا صديقنا زميلنا وذهبنا الى الاهالي، الى احد البساتين، فساعدونا بعض المساعدات واوصلونا الى كتيبه الفاروق باستلام الملازم محمد ابو السيد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انت قمت باستلام العناصر؟ نعم قمت. ممكن تشرح لنا كيف؟ وصلتنا اخبار ان هناك عدد من العناصر من الجيش المنشقين قاموا بتبادل اطلاق النار مع الامن، فذهبنا لنتبين من الخبر فوجدناه حقيقه، فقمنا باسحابهم معنا، وكان بينهم احد المصابين، فقمنا باسحابه الى احد المشافي الميدانيه التابعه لقياده الجيش الحر، قمنا باسعافه، واصر الشباب الانضمام الى كتيبتنا، ونحن نرحب بهم بين اخوتهم. وأهلا وسهلا بالجميع وبجميع العناصر المشقة. وعاشت سوريا، عاشت سوريا حرة، يسقط بشار الأسد. عاشت عاشت عاشت. شكرا لكم، الله يشفيك يا رشاد.